أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يكون منا أحيانا منادات في الأولاد والطلاب ونحوهم في الخدم بألقاب قبيحة مثل يكون منا أحيانا منادات في الأولاد والطلاب ونحوهم مثل الخدم بألفاظ مثل إيش؟ الخدم. الخدم نعم. بألقاب قبيحة مثل يا حمار يا سفيه يا بهيمة، والهدف من ذلك التأديب. السؤال: ما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز. أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما يجوز هذا. إذا بغيت تأدبه تأدبه بغير الحمار وغير الكلب، تأدبه بغير هذا. نعم.